طبعاً الأعراض الشامية هي تراث شامي أصيل من مئات السنين. أهل دمشق وريف دمشق بيطلعوا بأهازيج بكل منطقة بكل حارة. كله بينزل لابس لبس دمشقي القديم اللي هو عبارة عن الشروال والصدرية والقميص والشملة، بالإضافة إلى الكندرة اللي هي الكسرية، كان زمان يقولوا لها الكسرية. طبعاً نحن بلاد الشام هي كلها بلاد واحدة، اللي هي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، وكلهم نفس العادات تقريباً.